أهلا بكم من جديد. هل تتذكرون كارثة براعم الوطن والحريق الذي أكل الأخضر واليابس وقبل ذلك ألقى بالروع على قلوب بناتنا الطالبات وذهب ضحيته 3 معلمات؟ تناولنا الحدث في حلقة استثنائية كاملة من البرنامج، ولئلا تنتهي القضية بمجرد طرحها عند وقوعها نفتح ملف المتابعة حول مسجدات القضية. ماذا حصل مثلا للمتهمات بإشعال الحريق؟ ماذا تم بشأن الطالبات والمتضررات؟ أولياء الأمور تواصلوا معنا راغبين في متابعة قضيتهم، وريهان فراش تطلعنا على جديد القضية. لما طلعنا ما هو ما اشتغل من حاله الألارم، الإنذار ما اشتغل من حاله. الوكيلة شافت الدخان وضغطت الإزر، لأنه هذه اللي علقوها في الفصول ما تسوي شيء أساسا. يعني لو هي اللي تشتغل ما كان يعني كان درينا من أول إنه في حريقة، وطلعنا وما صار في وفيات. المبنى طبعا هي مدرسة بنات، فأنا لما سجلت بيتي ما شفت المبنى من جوا، قضبان حديد على كل شبابيك المبنى، الدور الأرضي الدور الأول والدور الثاني، يمكن الدور الثالث في شباك واحد. على طلعتي كان أول بنت ترمي نفسها من الشباك على الأرض أمامنا، ما كان في إسعاف، ما كان في دفاع مدني. طبعا ما كنا ندري هم اللي بينزلوا ذولا أحياء أموات، ما ندري إيش وضعهم. بعد ما جاء الدفاع المدني كان برضو كارثة أخرى. هو ملف حريق مدرسة براعم الوطن يعود إلى الواجهة من جديد بوجهي السلبي والإيجابي، بعد أن انتهت التحقيقات التي تتحدث عن اتهام طالبات في إشعال الحريق وتسريح معلمات المدرسة، وبالتالي أصبحنا عاطلات عن العمل. آخر قضية التحقيقات هي أعلنت اللجنة المحققة تبرئة المدرسة من تبرئة المدرسة والدفاع المدني في عملية إخماد الحريق، أو أنه سبب مباشر في الأسباب التي أدت إلى حدوثه. يعني هم واصلوا عملية التحقيق إلى أن أعلنوا رسمياً الدفاع المدني تورط الطالبات الخمس في إحداث الحريق. صدر تقرير حقوق الإنسان الذي تحدث عن تجاوز إدارة المدرسة للطاقة الاستيعابية للمبنى من خلال قبول أعداد كبيرة من الطالبات بطريقة مخالفة، الشيء الذي انتقدته إدارة المدرسة مؤكدة أن ما أورده التقرير من معلومات خاطئة، حيث أن مجموع الطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 685 طالبة، إضافة إلى نحو 100 طالبة في مرحلة الروضة، بينما يبلغ إجمالي عدد الطالبات والمعلمات ومنسوبي ومنسوبات المدرسة سواقين مربيات حراس 900 امرأة ورجل، حسب ما ورد في تصريح المدرسة للصحافة السعودية. المدرسة اللي انتقلوا إليها اللي المدرسة 91 برضو يعني تعاني من مشكلة. يعني أول شيء هي المدرسة في مجمع، وسائل الأمن والسلامة أيضا ضعيفة. أما البنت راحت زارة المدرسة، ولكن في يعني كنا في منتصف الترم، الحدث صار في منتصف الترم، فما كان في خيار آخر يعني إنه ننقل البنت الآن. يعني الأمر الآخر إنه الدوام لازال من الساعة 12 للساعة 5، يعني فترة مسائية. هذا أثر كثير، يعني يمكن في كثير من أولياء الأمور سحبوا أبنائهم أو بناتهم عفوا من المدرسة بسبب هذا الشيء أولا. تحويل الطالبات إلى مدارس أخرى هذا كان نتيجة ظرف وجد، وكان إجراء وقتي لعدم فوات الدراسة للطالبات. أما من حيث الرسوم فنحن عندنا حالتين. الرسوم اللي كانت مدفوعة في الترم الدراسي الأول، فأعتقد أنه بوقوع الظرف اللي حدث اللي هو الحريق أن الفترة المتبقية تعادل الأهالي، فهذا هو الإجراء المفروض أن يتبع. لكن إذا كانت المدرسة أخذت رسوم الدراسية كاملة فلا بد أن تعيدها للأهالي.
يذكر أن الحريق اندلع في بدروم مدرسة براعم الوطن بجدة في نوفمبر الماضي، مما تسبب في كثافة دخان شديدة جداً داخل أروقة المدرسة من الممرات الرئيسية والفصول والمكاتب الإدارية، وتم إخلاء المدرسة من 700 طالبة، 110 معلمات و32 مستخدمة. وأعلن الدفاع المدني فيما بعد أن حريق المدرسة كان مفتعلاً نتيجة قيام بعض الطالبات بإشعال حريق في قبو المدرسة، وعندما لم يتمكن من السيطرة عليه غادرنا المكان من دون أن يبلغنا عن ذلك، مؤكداً أن الإقرارات والاعترافات صدقت شرعاً من قبل المحكمة العامة. هذول طالبات صغار في السن، والشيء اللي قاموا فيه لم يقصدوا فيه، لا قصد جماعي، جميع الأركان مش متوفرة فيهم، وكان عبث أو إهمال من المدرسة في متابعة الطالبات. فطبعاً لو توجه العام إلى اتهامهم أو إلى توجيه تهمة لهم، فإنه حيوضعون أمام مقابل أحداث بحكم السن، والنظام شرع الشيء هذا. لكن أنا أتوقع أن الأمور ممكن تأخذ من جانب إنساني أكثر من جانب قضائي أو ارتكاب فعل. وزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة التربية والتعليم والدفاع المدني ومالك المدرسة أو المسؤولين عن المدرسة، هذه الجهات الأربعة تشترك في هذه المسؤولية، ولا يمكن أن نلقيها على الطالبات، لأن الطالبات ممكن يصدر لأنهم يعني أحداث ممكن يصدر عنهم أي خطأ. في اعتقادي أنه كان هناك عدم وجود إشراف كافي في وقت الحدث أثناء الحدث، حتى سمح لهؤلاء الطالبات البريئات من ارتكاب هذا العمل بدون احتساب نتائجه. تصاعدت أزمة عشرات المعلمات المسرحات من جانب مدرسة براعم الوطن في محافظة جدة أخيراً، لتبدأ آثار الحريق التي طاولت مدرستهن تنعكس سلباً على مستقبلهن الوظيفي، بعد أن وجدن أنفسهن مفصولات من العمل من دون سابق إنذار. وفي خطاب بعثناه لجريدة الحياة يشرح تفاصيل معاناتهن مع قرار الفصل، أن إدارة مدرستهن وعدتهن بعدم التخلي عنهن تحت أي ظرف، إلا أنهن تفاجأن بقرار التسريح من دون مبررات منطقية، متسائلات عن أحوال أسر المعلمات اللواتي فصلن من الناحية المعيشية والنفسية وانعكاساتها السلبية عليهن. وحاول قضية رأي عام استيضاح التفاصيل والحقيقة من جانب وزارة التربية والتعليم ومالكة المدرسة، ومعرفة ما إذا كانت هناك بدائل أو تعويضات لهؤلاء المعلمات المسرحات، إلا أنهما لم يستجيبا لرسائلنا الصحفية. أما المعلمات فأثرن عدم الخروج إلى الإعلام التلفزيوني على أمل أن يتم تغيير القرار الصادر أو حدوث معجزة ما قد تحسن أوضاعهن. المدرسة أرسلت لنا استمارة يعني تطالبنا فيها بتحديد الرغبة إنه نستمر أو لا نستمر. ترددت كثير قبل ما أفكر بأن أنا أرد عليهم في موضوع الاستمارة، لأن أشوف إيش الوضع بالضبط. تفاجأت بعد فترة من وصول الاستمارة إنه صرحوا تقريبا حوالي 50 معلمة حسب ما نشر في وسائل الإعلام، فمدرسة خاصة وتصرح 50 معلمة، إيش اللي باقي عندهم يعني؟ على الرغم من هذا كله يبقى ملف حريق براعم الوطن مشتعلاً، لأنه يشرع الباب أمام واقع المدارس المستأجرة التي تفتقد إلى أطر السلام المحافظة على حياة بناتنا، وبالتالي قد نشهد في أي لحظة مأساة براعم الوطن تتكرر من جديد، والضحايا فتيات صغيرات ملؤهن الأمل بحياة باسمة تنتظرهن، ولكن غياب الرقابة قد تحرمهن الأمل والحياة. في شهرين ثلاثة أشهر فاتت بس، شوفي كم مدرسة احترقت، شوفي كم مدرسة صار فيها ماس كهربائي. أصبحوا أولياء الأمور، الصباح يشيل بنتي يوديها المدرسة ويبدو على قلبي إلى الظهر لا يجيبها. هذه الحرائق أو المشاكل اللي بتحدث ليش ما تحدث إلا في مدارس البنات؟ أكون معكم صريح، دائما النهايات في البرامج التلفزيونية ذات شكل تقليدي وقالب واحد، شكر، توديع، دعوة للتواصل إلى آخرها من الأمور. ولذلك
لا أحبذها ولكني مضطر لها، وما حيلتي إلا ركوبها. لذلك الموضوع باختصار، من كانت لديك قضية يود إشراكنا فيها وتحمل الإثباتات حياها الله على إيميل البرنامج أو عبر الشبكات الاجتماعية حيث ننتشر في تويتر، فيسبوك واليوتيوب، وسيجد التواصل منا بشكل مباشر. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، لكم مني خالص الود، في أمان الله.